إذن بسم الله الرحمن الرحيم، كان لنا للقاء مع السيد رئيس الحكومة المعين لمناقشة موضوع أساسي بالنسبة لبلادنا، وهو المشاورات حول الحكومة المقبلة والأغلبية الحكومية المقبلة. فكانت فرصة لنقاش حقيقي مبني على أولا الروح الوطنية، ومبني كذلك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، محطة كذلك لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد. وفي هذا الإطار، فكما تعلمون هذا العرض الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة سيتم مناقشته في إطار الدواليب التقريرية لحزب الاستقلال وأساسا المجلس الوطني للحزب، وسيكون كذلك مشاورات مهمة بين الأطراف ومع السيد رئيس الحكومة بخصوص البرنامج الحكومي المقبل، لكي يتم إدراج العديد من الالتزامات التي أخذنا على عاتقها في إطار البرنامج الانتخابي للأحزاب التي ستكون إن شاء الله الأغلبية الحكومية المقبلة. ونتمنى التوفيق لسيد رئيس الحكومة المعين، ونهنيه بهذا الخصوص باتقاء المولوية وباتقاء المواطنات والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.